الجارة السيئة التي هي حاقدة وفيها الضغائن وفيها المكر وفيها الحقد وفيها الحسد وفيها الدس، وقلبها مملوء بمع الأسف الشديد مسلمون مثلنا وعرب مثلنا، ولكن قلبهم مملوء بالغل تجاه المغرب. لكن هؤلاء الناس الجيران كما قلنا في قلبهم غلون، فهم يجعلون من الحبة قبة ويجعلون من الفأر جبلا وينفخون في الأبواق ويزيلون في الأشياء. وقد قال العرب قديما مثلا طيبا، قالوا رمسني بدائها وانسلت، رمسني بدائها وانسلت، هي فيها الداء ولكن رمسني بدائها وانسلت. فالحمد لله على أن المغرب مقارنة مع هذا الجار جار السوء، الحمد لله متقدمون تقدما كبيرا ولله الحمد في جميع المجالات رغم هذه النقائص. لكن الطمع والجسع والحسد يدفع هؤلاء الناس عفو الله عنهم إلى التكلم في المغرب وإلى أن يكونوا حاسدين له. وفي القرآن الكريم ومن شر حاسد إذا حسد، في سورة الفلق ومن شر حاسد إذا حسد، نسب الشر إلى الحاسد سواء كان شخصا أو كانت أسرة أو مجتمع أو دولة. فالدولة تحسد الدولة والطبيعة البشرية، والشركة تحسد وتكيد للشركة الأخرى التي هي في تنافسها، هذا الطبيعة البشرية. لكن الجار له علينا لنا عليه حقوق، من هذه الحقوق النبي عليه الصلاة والسلام يقول الجار ثلاثة أنواع، ثلاثة أصناف من الجيران: جار وهو من عائلته، وجار وهو ملاصق لبابه، يعني جار بعيد وجار قريب، هؤلاء يكون لنا عليهم حقوق كبيرة. أنا لما رأيت الفيديوهات لهؤلاء الناس يؤسسون بيد غيرهم ما يسمى زعما وكذبا وزورا بتمثيلية جمهورية الريف، هذا من أكبر الأخطاء التاريخية.